كشفت صحيفة معاريف تفاصيل اتخاذ قرار القصف على ميناء الحديدة في اليمن، وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الموافقة على الهجوم تمت خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم، وأشارت إلى إطلاق اسم اليد الطويلة على عملية القصف على ميناء الحديدة. وأضافت الصحيفة أن الوزراء تلقوا مذكرات استدعاء شخصية من رئيس جيش التحرير الإسرائيلي تساحي هينغبي لمنع تسرب المعلومات قبل الهجوم، وطلب منهم عدم إخبار أحد عن أمر الاستدعاء. كما قالت معاريف إن الهجوم نفذ أثناء جلسة لمجلس الوزراء استمرت حوالي 4 ساعات. وأضافت معاريف أن المصادقة على خطط العمليات التي جرت صباح اليوم بمشاركة وزير الدفاع جالانت إلى جانب رئيس الأركان هارزي هاليفي وعدة قادة عسكريين. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم تم على مسافة 1700 كيلومتر بتشكيلة كبيرة من الطائرات الهجومية ردا على إطلاق 220 صاروخا وطائرة مسيرة من اليمن إلى إسرائيل في الأشهر التسعة الماضية. نقلت عدة مواقع أمريكية وإسرائيلية تفاصيل قرار العدوان الإسرائيلي على اليمن وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين على دوافع الضربات الجوية. أبرز ما ورد فيها في هذا السياق.